لو بتقعد لوحدك بالليل فلازم تحصن نفسك بالأذكار، لأن أوقات قرينك ممكن يعمل معاك حاجات مرعبة. أبطالي وبطلاتي، هلا والله، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. قصة النهاردة بتتكلم عن القرين، فهنسمعها مع بعض دلوقتي، ولكن مع دور البرد ده. مستعدين لجرعة الرعب دي؟ تمام يعني؟ طب يلا نبدأ. صاحبة القصة بتحكي وبتقول: أنا مريم من مصر وعمري 20 سنة، وقصتي حصلت من 3 سنين، وتحديدا لما تميت 17. مريم بتقول: أنا دايما وحيدة، ماليش لا صحاب ولا زمايل، مش عارفة بقى العيب فيا ولا في الناس، ولكن اللي مزعلني أكتر إني ماليش إخوات. أنا بنت، بفضل الله الناس حواليا بتقول عني جميلة. المهم أنا من نوعية الناس اللي بتحب تسهر بالليل، أو حرفيا بصحى طول الليل لحد الساعة 10 الصبح وبعدين أنام طول النهار، وده لأني هصحى بالنهار أعمل إيه؟ زي ما قلتلك معرفش حد. وفي سهرة من سهراتي المعتادة دي حصل لي شيء مرعب، وبدأ معايا من اللحظة دي. وأنا قاعدة زهقانة بالليل وعمال أطلع من البرنامج ده للبرنامج ده ومش لاقي حاجة تسليني، قررت إني هلعب في وشي شوية، أهو بالبلدي كده أجيب الميك اب وأحطه على وشي. وبالفعل عملت كده، جبت علبة الميك اب ومسكت المراية وبدأت أحط، وأزيد من ساعة كاملة بحط الميك اب، لحد ما في الآخر ببص لنفسي في المراية لقيتني ما شاء الله بقيت أجمل كمان بكتير. فمسكت المراية وفضلت أبص لنفسي فيها فترة طويلة، ولكن بعديها حطيتها جنبي ورجعت تاني مسكت التليفون. ووقتها بدأ يحصل لي شيء غريب، شعور غريب كله زهق وخنقة بدأت أحس بيه، وكأن معادش فيه أكسجين في الجو علشان أتنفسه. والأرعب إني بدأت أحس إحساس تاني، عارف لما حد يجي قدامك وينفخ نفسه في وشك؟ شفت الصهد اللي أنت بتحس بيه وقتها؟ أهو أنا كنت حاسة بكده، كأن في حد جه وقعد قدامي وبينفخ نفسه في وشي، ولكن أنا قاعدة لوحدي ومفيش أي حد. فقمت من مكاني وقلت أروح أغسل وشي كده يمكن أرجع فوق. غسلت وشي ومسكت الفوطة وبدأت أنشف. وقتها لما شلتها من على وشي انصدم، أنا لقيت فجأة الدنيا من حواليا ظلام. فاتخضيت كده وحطيت إيدي على الكوبس لقيته قايد زي ما هو، فقلت لنفسي جايز اللمبة تكون اتحرقت، ولكن قلت برضو أجرب أطفيه وإيده تاني كده يمكن يشتغل. وبالفعل لما عملت كده اللمبة نورت، فطلعت من الحمام وحمدت ربنا ومسكت التليفون، ولكن برضو إحساس الخنقة ده مش عايز يروح، بل بالعكس أنا حاساه عمال يزيد أكتر. فبعد شوية لما مقدرتش أتحمل دخلت أخد شاور، وقتها والمية نزل عليا كده إحساس الخنقة بدأ يقل، فبدأت أطمن شوية وأخد نفسي، ولكن وقتها الإحساس ده مطولش، لأن حسيت بالأنفاس اللي كانت في وشي دلوقتي بقت في ظهري. فحسيت بالرعب وببص على المراية اللي جنبي في الحمام انصدم، أنا شفت إيد بتتحط على ظهري، أنا ما حسيتش بيها ولكن شفتها بعيني. ففضلت أصوت وأنا بلبس هدومي وأنادي على أمي. وقتها أمي جت جري وقالت لي: مالك يا مريم؟ قلت لها: يا ماما في شيء مرعب، في إيد جات واتحطت على ظهري وأنا بستحمى. قالت لي: إيه؟ إيد؟ قلت لها: آه والله. فقالت لي: تعالي يا هبلة، إيد إيه دي اللي هتتحط على ظهري؟ هو أنت اتجننتي؟ فأقسمت لها بالله إن ده حصل، ولكنها برضو ما صدقتش. فخرجت من الحمام وأنا متضايقة جدا، وخدت بعضي ودخلت على أوضتي على طول وقفلت الباب. أمي تناديلي وتقول لي: افتح يا مريم. وأنا أبدا، أنا اتضايقت جدا لأنها ما صدقتنيش، ولكن في نفس الوقت عملت في نفسي شيء مرعب، لأني قفلت الباب وما سمحتش لأمي تيجي وتقعد معايا. فوقتها أمي لما وقفت قدام الباب كتير وأنا ما فتحتش زهقت ودخلت أوضتها علشان تنام. ووقتها أنا بقيت قاعدة مع حالي وعمال أفكر في اللي حصل، وكنت عمال أقول لنفسي: معقولة ده يكون خيالات من دماغي وما يكونش فعلا في أي حاجة حصلت وأنا في الحمام؟ وأنا قاعدة بفكر كده نمت. واخد بالك، البنت اللي بتنام الساعة 10 الصبح على 2 بالليل فجأة نامت. ووقتها اللي حصل لي قبل ما نام إن برضو حسيت بصهد في جسمي كله، وفي أقل من دقيقة دماغي بدأت تتقل جدا، ولقيت نفسي بفرد جسمي على السرير وبنام، وغمض عيني من هنا وافتحها في مكان تاني، افتحها على سرير كبير جدا، وابص حواليا الاقي جدران متزغرفة وشكلها جميل، وكان لون المكان باللون الاحمر، والاوضة اللي كنت فيها كانت واسعة جدا. فقمت من على السرير علشان استكشف انا موجودة فين، ورحت لباب الاوضة وفتحته. وقتها اول ما عملت كده اترعبت
وقفلته تاني. انا لقيت الباب اتفتح على ظلام دامس جدا، واصوات صراخ عاليه جدا بدات تظهر اول ما فتحت الباب، فرزعت بسرعه ورجعت بظهري وانا مرعوبه. ووقتها سمعت صوت بيقول ما تخافيش يا مريم، طول ما انا جنبك اوعي تخافي. الصوت كان جاي من ورايا، فلفت وشي وببص لقيت شاب قاعد على السرير اللي كنت عليه. الشاب ده كان وسيم جدا بشكل مش طبيعي، لا هو حرفيا كان شكله مش طبيعي، جماله كان اوفر ومش مريح للعين، وكان باين انه مصطنع جدا. المهم كمل الشاب كلامه وقال شكلك كان حلو قوي النهارده، وتحديدا بعد ما حطيت المكياج، وانا عارف انك كنت بتعملي كده علشاني. فانا رغم استغرابي وخوفي من الموقف الا اني قلت له احنا ما نعرفش بعض اصلا، فهعمل علشانك ايه وانا ما اعرفكش؟ فقال لي لا انت عارفاني وانا اكتر حد عارفك، وده لاني معاكي من يوم ولادتك، وانت لما كنت بتحطي الميك اب وطولتي قدام المرايه كنت بتستدعيني انا. وصوته كان بدا يتخن ويبقى مرعب شويه، وقام من مكانه وبدا يقرب مني. وقتها انا كنت حاسه ان ده واقع ومستحيل يكون حلم، فقلت له انت رايح فين؟ رد بصوت بشع وقال جايلك. فصرخت بصوت عالي جدا وقلت له ابعد عني. وقتها شكله اتبدل في لحظه، وملامحه المصطنعه دي كلها بدات تتغير لشكل مرعب، لونه بقى رمادي وطلع له قرون، ووشه بقى شبه الخروف، وفضل يقول لي انت ملكي. فوقتها فضلت اصرخ وجريت على باب الاوضه وفتحته. فضل يضحك ويقول لي هتروحي مني فين؟ ده العالم بتاعي، وبمجرد ما تطلعي من الاوضه دي لبره وقتها الظلام هيبلعك ومش هتقدري ابدا ترجعي لبيتك. وقتها انا اتصدمت ووقفت مكاني من الكلام، وهو بدا يقرب مني ببطء وكانه بيستمتع بدقات قلبي اللي عماله تزيد وخوفي اللي هيموتني. ولكنه اول ما بدا يقرب مني زياده عن اللزوم ما قدرتش ابدا استحمل منظره ده، وفتحت الباب وطلعت في الظلام. وقتها الكائن بدا يصرخ ويقول لا ارجعي. ما سمعتش الكلام وقلت زي ما تيجي، حتى لو هموت هيبقى احسن من اللي انا شايفاه ده، وغمضت عيني وقفلت الباب قبل ما يوصل لي. وقتها اول ما عملت كده لقيت نفسي وقعت في الظلام، وفي نفس الوقت باخد نفس عميق وعمال بنهج. واول ما فتحت عيني لقيت نفسي قاعده على السرير بتاعي في اوضتي وعمال بنهج، فحمدت ربنا وطلعت جري من اوضتي على اوضه امي، وصحيتها وانا ببكي وقلت لها لو ما لحقتنيش هروح منك، وحكيت لها على كل اللي حصل. هنا امي بدات تقلق فعلا، لانها كانت مفكره ان اللي حصل لي ده كان موقف مجرد تخيلات، ولكن مش معقوله كل ده هيحصل ورا بعضه بالصدفه. فخدتني في حضنها ورنت على والدي. والدي كلمها وهو في الشغل وقال لها في ايه، فحكيت له على اللي حصل لي وعرفته ان انا في حاله صعبه جدا وعماله ببكي. فوالدي قال لها طيب انا جاي اهو، وبالفعل استاذن من الشغل وجه، ولكنه جه وكان معاه واحد صاحبه. فصاحبه بعد ما عرف اللي حصل قال لي يا بنتي انت بتقعدي قدام المرايه كتير؟ قلت له ايوه. قال لي وبتتجملي قدامها لوقت طويل؟ فقلت له برضو ايوه بعمل كده. هو الراجل ملتحي ولكنه شغال مع والدي فرد امن في مكان، يعني القصد من كلامي ما هو الشيخ. فوالدي قال له انت عرفت الكلام ده ازاي؟ قال له يا محمد انا شيخ بعالج بالقران وياما عالجت ناس كتير. فوالدي قال له طيب شغال معانا في الامن ليه؟ فرد الشيخ علشان ما باخدش فلوس علاج من حد، وقال له اللي عند بنتك ده مس من القرين، ورقاني ونصحني بشويه حاجات اعملها علشان ابقى كويسه، وبالفعل لما نفذت كلامه بقيت احسن. فوالدي قال لي احنا لازم نروح ونشكر الشيخ خالد انك بقيت كويسه، وطبعا ده بفضل ربنا ان جعل الشيخ خالد سبب في شفاكي. فقلت له ماشي ما عنديش مشكله، وبالفعل لبست ورحت معاه على بيته علشان نشكره. وقتها اللي فتح الباب كان شاب عنده تقريبا حوالي 25 سنه، اول ما شافني ما شالش عينه ابدا من عليا، وانا بصراحه لما شفته لفت انتباهي، ولكني طبعا اتكسفت ونزلت وشي في الارض. ووقتها الشيخ خالد جه ورحب بينا جدا، وفي نفس اللحظه الشاب راح على ودن الشيخ ووشوشه بكلام. وقتها الشيخ خالد ابتسم، وبعد ما دخلنا البيت وضيفنا لقيته فجاه بيقول يا حاج محمد انا طالب ايد بنتك مريم لابن احمد. فوالدي استغرب وانا كمان استغربت ولكني ابتسمت. فالشيخ اول ما شاف ابتسامتي هو وابنه فرحوا جدا. والدي لما بصلي ولقاني كده فضل يضحك جدا
وقرأوا الفاتحة. والنهاردة أنا معايا محمد صغير بعد ما اتجوزت أنا وأحمد، وكأن الموقف اللي حصل لي ده كان ربنا عامله علشان أتقابل أنا وأحمد نصيبي. ودي كانت آخر جملة في الرسالة، والحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز أو ملك الليل، وبس كده.